السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في الدرس التاسع من سلسلة دروس أسرار التصميم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قائمة مهمة قوي، وهي اسمها الهيو أند ساتوريشن. القائمة دي تعتبر من أهم قوائم الأجاستمنت لير، وبنعمل بيها حاجات كتيرة قوي وهنتعرف عليها في الدرس ده. وطبعا علشان هي قائمة مهمة في حاجات كتيرة قوي في التصميم، فإحنا عملناها على درسين عشان نقدر نلم كل الأسرار الخاصة بالقائمة دي. في الأول قبل ما نبدأ نتعرف على قائمة الهيو أند ساتوريشن، في الأول لازم نعرف إيه معنى هيو وإيه معنى ساتوريشن، وهي بتتكلم عن إيه بالظبط. عشان نتعرف على ده هنتعرف على المصطلحات الخاصة بيها، اللي هي الهيو. الهيو هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الكلر، أي لون معايا في التصميم، الأبيض، الأسود، الأحمر، الأخضر، البرتقاني، البنفسجي، أي لون معايا في التصميم هو عبارة عن الهيو. يبقى الهيو هو بيتحكم في اللون. الساتوريشن هو عبارة عن الأماونت أوف كلر، بمعنى كمية اللون، بمعنى إن إحنا اللون الأحمر لو جبنا وحطينا أحمر قوي فهيتحول للون أحمر قوي. لو بدأنا نقلل درجة اللون الأحمر باللون الأبيض فهيبدأ يفتح معايا اللون الأبيض، فهيبدأ يقل التشبع معايا لحد ما نوصل للون الأبيض. البرايتنس من اسمه، برايتنس هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن البرايتنس أوف كولر. يعني القايمة دي بتتحكم في هيو وساتوريشن وبرايتنس. البرايتنس أوف كولر اللي هي كمية الإضاءة في اللون، بمعنى اننا كل ما زودنا اللون، كل ما قل منه اللون الاسود كل ما زاد السطوع بتاعه، وكل ما زاد اللون الاسود كل ما زاد اللي هي الغمقان للون. هنتعرف على ده بطريقة عملية في اللي هي قائمة الالوان، الكلر ويل بنسميها، او الكلر بانل. ازاي هنتعرف او هنفهم الموضوع ده ازاي معايا؟ في الاول هنختار من السواتش لون، مثلا اللون ده، اخترنا اللون الازرق. طيب الاول حاجة هنتكلم عن الهيو اللي هي الالوان. خلاص، الالوان اللي هي دي قائمة الهيو، قائمة الالوان معايا، بمعنى ان انا ممكن اختار لون ازرق، ممكن اختار التركواز، الاخضر، الأصفر، الأورنج، الأحمر. هي دي قائمة الهيو، خلاص، وهي دي اللي بتتحكم في قائمة الهيو أند ساتوريشن، إن أنت بتختاري اللون، بنختار إن إحنا بنختار اللون اللي إحنا عايزينه في التصميم. طيب الساتوريشن هو عبارة عن إيه؟ كمية الأبيض في اللون، بمعنى إن أنا كل ما هزود اللون الأبيض في اللون كده هنا هيقل الساتوريشن معايا لحد ما أوصل للدرجة البيضة أو اللون الأبيض تماما. وكل ما هقلل اللون الأبيض من اللون نفسه هيبدأ التشبع يعلى في اللون. خلاص، يبقى هنا كل ما هزود الأبيض هيقل التشبع، هقلل الأبيض هيزيد التشبع اللوني، هتزيد كمية اللون في التصميم. بعد كده البرايتنس اللي هي اللون الاسود، يعني كل ما هاشيل اللون الاسود هيفتح معايا اللون، كل ما هبدا ازود اللون الاسود للون هيبدا يغمق معايا اللون لحد ما يتحول للون الاسود تماما. هو ده معنى كلمه هيو، ساتوريشن وبرايتنس. طيب بعد ما تعرفنا على المعنى هنتعرف، طب احنا دلوقتي القايمة دي هنجيبها من فين؟ عندنا اماكن كتيرة ممكن نجيب القايمة دي منها، هنتعرف عليها دلوقتي. بس الاول نصغر البانل دي علشان يبدأ يظهر معايا. خلاص، هنجيبها الاول من هنا، شايفين الدايرة اللي تحت دي، هنفتحها وهنضغط على هيو اند ساتوريشن، ظهرت معايا. طيب ايه فايدة ان احنا نجيبها من هنا؟ الفايدة ان احنا لو عملنا اي تغيير في الصورة، مثلا اخترنا اللون ده على هنا، تغير اللون، زودنا الساتوريشن بالشكل ده، خلاص، وجينا قفلنا البانل دي. طيب انا بعد ما اخترت اللون وزودت التشبع مش عاجبني اللون ده، هعمل ايه؟ هضغط مرة تانية عليها، مرتين، كليك مرتين، وابدأ اغير. انا مش عجباني، اغير الالوان بتاعتها، هقلل مثلا تشبعها، خلاص، يبقى انا
فايدة ان انا اجيبها من هنا ان انا بقدر اغير اللون والتشبع والاضاءة. خلاص طيب، دي اول طريقة معايا بقدر اجيب منها الهيو اند ساتوريشن. الطريقة التانية ان احنا عند ايمج واروح عند، طبعا لازم اكون مختارة هنا اللير دي، وهروح عند ايمج والادجستمنت واختار الهيو اند ساتوريشن. هبدأ اغير الالوان. هتقولوا لي ما هي نفسها اهو، غيرنا وزودنا التشبع الشكل ده، ومثلا علينا البرايتنس مثلا او قللنا البرايتنس وعملنا اوكي. طيب هي بس ايه الفرق؟ هل ظهرت هنا؟ لا. يبقى انا دلوقتي التغيير اللي بعمله هيبقى تغيير ثابت، ما اقدرش اني بعد كده مثلا خلاص عملته مش عاجبني الالوان اعرف اغير، مش هعرف اغير. فهي دي الميزه ان احنا نختار من القائمه دي. طيب هعمل تراجع. طيب فرضا، طب القائمه دي انا ممكن احولها ل ان انا اقدر اعدل عليها ازاي؟ لو انا رحت عند الصوره وعملت لها convert to smart object في الاول، ورحت عند الايمج ورحت عند الادجستمنت هيو اند ساتوريشن وغيرت خلاص مثلا كده وعملت اوكي، هلاحظ ان هي نزلت في السمارت اوبجكت. وهي دي فايده السمارت اوبجكت، زي ما بنشوف في اغلب الفيديوهات الدمج ان احنا دايما بنحول الصوره او اللاير بنحولها لسمارت اوبجكت، وبعد كده بنطبق عليها الفلتر عشان نقدر نعدل. لو انا عايزه اعدل بمنتهى البساطه، هضغط مرتين هتظهرني، هغير اللون اهو، ارجعه مثلا زي ما كان واعمل اوكي. يبقى احنا اتعرفنا هنا كمان ان احنا نقدر نجيب لو انا مش عايزاها هضغط كده وهسحب واحطها عند سلة المحذوفات وهحذف التأثير اللي انا عملته. في كمان مكان تاني ممكن نجيبها منه عن طريق اللير، وهروح عند new adjustment layer وهختار hue and saturation وهضغط هنا بيجيب لك النيم، نختار الاسم ونضغط اوكي خلاص، وهتظهر لي نفس القائمة لما نختارها من هنا، هتظهر لي هنا ونقدر نعدل عليها. يعني لو عملنا اي تغيير هنا خلاص، مثلا انا عملت تغيير ممكن ارجع اغيره مرة تانية من هنا. فهي دي الميزة، وهي دي الاماكن اللي بقدر اجيب منها الهيو اند ساتوريشن. طبعا كان جالي سؤال قبل كده، كانوا بيقولوا ايه الفرق ان انا اجيب الهيو اند ساتوريشن من هنا خلاص، والفرق ان انا اعمل كنترول يو. انا اتكلمت عنه دلوقتي، قلت لكم ان انا لو جبتها من هنا بقدر اعدل عليها، لو جبتها من لير ونيو ادجستمنت لير كمان ممكن اعدل عليها، ولو جبتها من هنا هعمل الاول سمارت اوبجكت وبعدين بضغط عليها وممكن اعدل، هتنزل على السمارت اوبجكت كفلتر. لكن الكنترول يو بتنزل على الصورة، مش ممكن نعدلها إلا في حالة واحدة، لو كنا محولين الصورة لسمارت أوبجكت وبعدين ضغطنا كنترول يو، في الحالة دي ممكن إن إحنا نعدل على الهيو أند ساتوريشن عن طريق إن هي نزلت في السمارت أوبجكت كفلتر. لكن لو ضغطنا كنترول يو من غير ما نعمل سمارت أوبجكت للصورة، فمش هنعرف نعدل بعد كده، وده طبعا أنا مش بفضله إن إحنا نعمل الهيو اند ساتوريشن بدون ما يكون عندنا خاصية تمكننا ان احنا نعدل بعد كده، لان ممكن ما تعجبناش الالوان فنضطر ان احنا نحذف الصورة تماما ونعيد نشتغل من اول وجديد، يا اما خلاص شغلنا هيبوظ، يعني هيبوظ خالص يعني، او هنقول خلاص خلينا زي ما احنا ومش هنغير. طيب دلوقتي انا عايزة اشرح لكم هنا ايه معنى هيو اند ساتوريشن وازاي بيلعب على الالوان، فهشرح لكم الاول هنا وبعد كده هنبدا نعمل تطبيقات على الصور. هندخل هنضغط هنا طبعا عشان ينزل هيو اند ساتوريشن فوقيها، وهيو اند ساتوريشن انا عايزه اغير هنا عندي الالوان الار جي بي والوان السي ام واي كي، الاحمر والاخضر والازرق والسيان والماجنتا واليلو والبلاك والوايت. طيب انا دلوقتي من هنا هغير الالوان، هنلاحظ بصوا بالظبط بقى لما نبدا نغير الالوان هنا تتغير جميع الالوان، مش مجرد لون واحد، كل الالوان هتبدا تتغير معايا خالص. تمام، يبقى من هنا هنغير الالوان.
طيب جميل. طيب من هنا هنعمل ايه؟ هنغير التشبع للالوان. يعني مثلا انا اخترت كده غيرت الالوان، عايزه اغير التشبع بالشكل ده، هزود تشبع اللوني، وبالشكل ده هقلل التشبع اللوني لحد ما اوصله لدرجات الرمادي والاسود والابيض. وملاحظين ان الاسود والابيض مش بيتغير معايا، سواء في الساتوريشن لما بنعليه او لما بنغير اللون، حتى بنلاحظ ان الاسود والابيض بيكون محتفظ بلونه في الصوره، مش بيتاثر بالالوان. بالنسبه لدي البرايتنس، لو بدانا نحاول نعلي هتتحول تماما للابيض، ولو مشينا كده هتتحول تماما للاسود. يبقى معناته ايه؟ معناته ان احنا اللايتنس ده ما نستخدمهوش لما نكون في الماستر. الماستر اللي هو الار جي بي، اللي هو بياخد كل الالوان الار جي بي وكل الوان السي ام واي كي. لكن ممكن نتحكم في اللايتنس لو كنا مختارين اي قناه من القنوات دي، الريد او اليلو او الجرين او السيان او البلو او الماجنتا، اللي هي الار جي بي او السي ام واي كي. فلو اخترنا مثلا الريد وبدانا نلعب في الاضاءه، نلاحظ ان هو هيغير الاضاءه بس للون الاحمر. طيب انا طبعا مش هشرح الكلام ده دلوقتي، هشرحه بالتفصيل ان شاء الله في الدرس اللي بعد كده. من هنا هنعمل ريست، هنرجع القيم للزيرو. وزي ما قلنا العين اللي هنا لما مثلا نختار لون معين وحابين نشوف قبل وبعد، فبنضغط عليها وبنفضل ضغطين، هنا هنشوف قبل التغيير، ولما نشيل ايدينا هيبان لينا بعد التعديل. دي عشان نبدأ نعمل زي نوع من المقارنة، بدل ما نعمل من هنا نقفل ونفتح، فهم سهلوها علينا وحطوا لنا العين اللي هنا. وهنا بالنسبة لينا هي الكليبنج ماسك، لما نكون عايزين نأثر على طبقة واحدة، لير واحدة في التصميم. انا حابة أأثر مثلا هنا على دي، وبقيت اللير تفضل زي ما هي، فبعمل عملية الكليبنج ماسك زي ما تعرفنا في دروس الدم. طيب دلوقتي انا اتعرفت عليها في الشكل اللي قدامنا، انا حابة اتعرف عليها في صورة، خلاص يكون بشكل عملي اكتر. الصورة اللي قدامنا فيها مجموعة كبيرة من الالوان، الاحمر والاخضر والاصفر والاورنج والاسود والابيض، احنا حابينه كمان من درجات الجراي. حابين لما نيجي نستخدم قايمة الهيو ان ساتوريشن بالشكل ده، خلاص هنرفعها فوق الصورة عشان تأثر عليها. طبعا مش محتاجين نعمل ليها كليبنج، لانه احنا هي كده ولا كده فوقيها، واحنا مش بنشتغل دلوقتي تصميم، خلاص. طيب انا من هنا هبدأ اغير ايه؟ الالوان، بس هغير الالوان للصورة كلها، يعني مش هيكون لون معين، هي كل الالوان اللي في الصوره هغير اللون بتاعها تماما. مثلا انا عجبني اللون ده، خلاص من هنا هبدا ازود كميه اللون، هخليه اكتر تشبع بالشكل ده، خلاص. ولما بمشي كده بقلل التشبع لحد ما بوصله للون ابيض واسود، ما بيكونش في الصوره غير اللون الابيض والاسود والرمادي، خلاص. يبقى رجعنا للعصر الابيض والاسود. ممكن نستخدم القايمه دي كمان في تحويل الصوره للون الابيض والاسود. طيب هنعمل ريسيت، نرجع القيم. هنا البرايتنس زي ما قلنا ما نقدرش نتحكم فيها الا لو كنا مختارين اي تشانل من القنوات اللي هنا، وهنشرحها ان شاء الله التشانل دي في الدرس او في الجزء الثاني من الهيو اند ساتوريشن. يبقى احنا كده عرفنا انه دلوقتي لما بنتحكم هنا بنتحكم في اللون للصورة ككل، وهنا بنتحكم في التشبع للصورة لكل الوان الصورة، وهنا بنتحكم في درجة الفتحان او الغمقان في الصورة، بس لما نكون مختارين اي قناة من القنوات اللي هنشرحها في الدرس اللي جاي ان شاء الله. طيب انا دلوقتي شرحت يعني نص الشرح المهم في الهيو ان ساتوريشن. في حاجه مهمه قوي عايزه اشرحها ليكم، هطلع الهيو ان ساتوريشن فوق الصوره هنا، خلاص اعمل ريسيت ارجعها للطبيعي. الصوره اللي قدامنا دي لو بدانا جينا عند الصوره دي وحاولنا ان احنا نعلي او نغير الالوان مثلا كده، وبدانا ان احنا نعلي الساتوريشن، احنا عايزين نعمل لها تشبع، بيحصل ايه؟ التشبع هيبقى شكله
مش طبيعي خالص، مش ناتشورال خالص، بتحسوا ان هي في فقعان جامد، ولما نحولها لابيض واسود ماشي مقبوله، لكن لما نبدا نعلي الساتوريشن هيحصل ايه؟ حتى لو عليناه بنسبه بسيطه هتلاحظوا ان الالوان مش حلوه، مش مظبوطه، كمان لما نمشيها في درجه الاحمر كمان الالوان التشبع فائع ومتعب للنظر. طيب في الحاله دي لو انا عايزه اغير تشبع في صوره معينه بدون ما يكون التشبع ده شكله بشع، يعني شكله مزعج للنظر للعينين، العين نفسها مش مستريحة للتشبع ده، هعمل الكلام ده ازاي؟ طيب هنقفل القايمة دي كده وهنروح نعمل ناخد اللاير دي وهنعمل لها كنترول جي كوبي، هنروح عند القايمة اللي هنا، هنروح عند القايمة اللي هنا وهنروح عند فلتر وهنروح بالظبط عند اذر وهروح عند الشانل دي ال HSBHSL هضغط عليها. انا بفضل دايما ان انا اختار ال HSL لان هي بتخلي الصورة تبان طبيعية اكتر، وهعمل اوكي. خلاص طبقت الفلتر ده عليها، هنفهم دلوقتي احنا بنعمل ايه. خلاص طبقت الفلتر ده عليها اللي هو لونه دايما ما من لونه واللون الاخضر، هروح بعد كده عند الشانل. لو انتوا مش لاقيين الشانل دي ممكن تروحوا من عند ويندوز وتطلعوها من هنا هتلاقوها شانل، هتضغطوا عليها. خلاص هروح عند الجرين واعمل كنترول واضغط عليها عشان احدد بس اللون الاخضر في الصورة. هرجع للاير مرة تانية، خلاص انا كده مش عايزة الطبقة اللي هنا، هحذفها كده. خلاص التحديد هيفضل موجود على الصورة. خلاص بعد كده هروح اجيب اضغط على الهيو اند ساتوريشن، خلاص هينزل التحديد كماسك على او هينزل على الماسك اللي هو بتاع الهيو اند ساتوريشن. دلوقتي بصوا بقى لما هنحاول نغير الالوان، بصوا ناتشورال في طبيعه، يعني التاثير ما بيبقاش فائع، يعني فرق رهيب ما بين الاول لما حاولنا ان احنا نعلي او نغير الالوان ونعلي التشبع وما بين دلوقتي. بصوا لما نعلي التشبع في طبيعية في الصورة. أحاول أحولها أهو بالشكل ده، أهو أهو، في مهما زودنا في الساتوريشن عمرها ما هتكون مزعجة. هبصوا وصلناها لآخر درجة في التشبع، هتلاحظوا إن في، هل هي مزعجة للنظر؟ هل هي مضايقة عينيكوا وأنتوا بتبصوا عليها؟ نهائياً. فلو حاولنا نغير اللون أهو كمان اللون مش متعب للنظر مع إننا معلين التشبع على الآخر. طيب طبعا احنا مش هنعلي التشبع بالشكل ده، هنقلل بحيث ان هي تبقى مريحة للعين كده بالشكل ده، هنقلل التشبع في الصورة، هنغير الالوان زي ما احنا عايزين، نقلل تشبع نعلي تشبع، هيبقى في واقعية اكتر في الصورة ومش هتكون متعبة لعينينا. فالتقنية دي مهمة وحلوة قوي وعجبتني وحبيت ان انا اشرحها ليكم في الصور اللي انتوا بتحسوا اني واحنا بنعمل فيها تغيير للون او بنعمل فيها تشبع ان التشبع ده بيبقى مزعج قوي وما بيبقاش زي ما احنا حابين يظهر، بالذات في الصور الطبيعيه، الصور اللي هي لاندسكيب اللي هي بتكون عن الطبيعه والاوراق الشجر والازهار والحاجات دي، فلما بنيجي نعلي التشبع بتاعها بيظهر اللون فائع جامد قوي. فممكن نستخدم التقنيه دي، مهمه قوي ان انتوا تتعلموها وان انتوا تستخدموها في الصور، وكمان ممكن نستخدمها في الصور العادية لو حسينا ان احنا واحنا بنعمل تشبع ان هو بيظهر بشكل غير مريح للنظر. وبكده ان شاء الله يكون انتهى الجزء الاول من سلسلة شرح الهيو اند ساتوريشن، واستنوني في الجزء الثاني وهنشرح اسرار خطيرة جدا جدا في الهيو اند ساتوريشن، وحاجات كتير قوي ممكن نستخدمها وممكن ان احنا نلعب بيها بقيمة الهيو اند ساتوريشن. يعني هي مش مجرد قيمة بنصحح بيها التشبع او بنصحح بيها الالوان في الصورة، وهنتعرف على ده ان شاء الله في الدرس اللي جاي. اتمنى ان الدرس يكون عجبكم واستفدتم منه باكبر قدر من المعلومات، واستنوني في الجزء الثاني من قيمة الهيو اند ساتوريشن. بتمنى لكم ان شاء الله كل توفيق وكل نجاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.